صبر، انا ما اقذف، انا قاعد اقول لا تقذف. القذف اصطلاحا هو الرمي بالزنا، انا ما رميت بالزنا. متخلف داعشي. لا انا قاعد اقول انه مثلا لبس. متخلف داعشي. لا هي بالاسياب قاعد تتضاح. متخلف داعشي. اي داعشي؟ انا على باب الله من البيت للمسجد. مسجد؟ يعني تصلي؟ يعني انت داعش. يا بنت الحلال الحين انا قاعد اتكلم عن ايش في العمل الصحي اصلا؟ صحابيات كانوا يعالجوا جرحى في المعارك. لا وش دخل اصلا؟ متخلف داعشي. يا بنت الحلال وش دخل الصحابيات؟ انا قاعد اتكلم عن انا في المستشفيات. كيف مساهر؟ ها كيف وش دخل كلام مساهر؟ ابن حزم حلل الاغاني. وش دخل الاغاني والموسيقى في الموضوع يا بنت الحلال؟ يا متخلف حرمته كل شيء. طيب اسمعي، انا مره رحت المستشفى شفت دكتور. لا تعمم. ما عمم. امك حميتك بالاخير تطعن في شرفها. وش دخل امي الحين؟ امي مو دكتوره. حميتك 19 بالاخير تقول عليها ناقص عقل ودين. يا بنت الحلال مو موضوعنا ذا، بعدين بقره حمل. يعني امك بقره؟ لا انا ما قلت. يعني امك بقره؟ لا انا ما قلت. شوفوا شوفوا يقول امك بقره. لا ما قلت انا. يقول امك